قبل 3 أعوام في ليلة صادفت 25 من أبريل التهم حريق مهول دوار ابن الشافي الواقع بأطراف مدينة صفرو. كانت تسكن الدوار في براريك نحو 200 أسرة. فاجأت النيران السكان وهم نيام، عمت حالة رعب شديد، على صراخ الأطفال وعويل النساء بينما مضى الشباب والرجال يجلبون الماء في محاولة لتطويق النيران التي كانت تزحف بألسنتها مسرعة بين دروب الحي الصفيحي. ورغم إسراع رجال الإطفاء في التوجه إلى دوار ابن الشافي، ورغم تسخير كل الوسائل والاستعانة بالوقاية المدنية في فاس ومكناس، فإن تطويق النيران اقتضى جهدا مسترسلا على مدى 8 ساعات. لما انحسرت اللهب ورأى ستر الدخان ارتسم مشهد مأساوي، مشهد بلون الفحم. الأكواخ التي كانت منتصبة حتى منتصف الليلة الماضية صارت أشلاء خشبية وقطع زنك متفحمة. في مكان غير بعيد عن الدوار تجمع الذين كتبت لهم النجاة من هذا الجحيم الذي زحف على دوار ابن الشافي. كانت الحصيلة ثقيلة، عشرات من القتلى والمصابين. صباح اليوم التالي وكان الوقت ضحا، بدأت عملية نبش أنقاض الدوار بحثا عن جثث قد تكون حبيسة الرماد. هرعت السلطات المحلية إلى عين المكان وجندت كل ما لديها من طاقات لتقديم المساعدة للمنكوبين، وحضرت الشرطة. فقد أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس بفتح بحث جنائي ضد مجهول لمعرفة أسباب الحريق. انتشر المحققون في موقع الدوار، وكان العميد محمود رضوان رئيس المنطقة الأمنية بصفرو يشرف على هذه العملية التي جند لها كل العناصر التابعة لمصلحته. لم يكن العدد المتوفر من الرجال يكفي للمهمة، ولذلك أسند الوكيل العام مهمة البحث إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس. لما انتصف اليوم أو كاد، توصل الباحثون إلى تحديد النقطة التي انطلق منها الحريق الذي محى دوار ابن الشافي. وقد تسنى لهم ذلك تأسيسا على إفادة أحد الناجين الذي قال إن الحريق بدأ في براكة مهجورة منذ ما يقرب من شهر. في المكان اكتشف الباحثون قنينة غاز وموقدا. كانت قنينة الغاز مفتوحة، لم يكن في البراكة أي أثاث. شهادة أخرى ذات أهمية أتت من أحد سكان الدوار، قال إنه كان قادما من معمل النسيج حيث يشتغل. كان الحريق وقتها في بدايته، لم يكن قد انتشر بعد في كل أرجاء الدوار، وإنه التقى في تلك اللحظات بالرجل الذي كان يسكن البراكة المهجورة. قال إنه رآه وهو يغادر الدوار مسرعا على متن دراجته النارية الحمراء. كانت مصالح وزارة السكنة والتعمير قد أحصت سكان الدوار بغرض ترحيلهم في إطار برنامج يروم القضاء على مدن الصفيح، وقد اعتمد المحققون على تلك اللائحة لتحديد هوية ساكن البراكة المهجورة. اسمه أحمد بامنصور، من مواليد صفرو، متزوج، أب لثلاثة أطفال. تفحص الباحثون الملف الذي قدمه أحمد بامنصور لمصالح السكنة والتعمير، واطلعوا على سجلات الحالة المدنية، وعلموا أنه متزوج من فاطمة الراجي. لم يتمكن المحققون يومين بعد الحريق المهول من الوصول إلى أحمد بامنصور. في نسخة عقد الزواج التي عثر عليها في أرشيف مصلحة الحالة المدنية، جاء أن فاطمة الراجي كانت تسكن عند إبرام عقد الزواج في زنقة ستيم سعودة بالمنزل 12 في مدينة صفرو. انتقل مفتش الشرطة إلى ذلك العنوان، ولكنه لم يجد أيا من أقارب المرأة. ومع ذلك فإن تنقله لم يذهب سدى، فقد علم من جيران قدامى أن زوج فاطمة الراجي ميكانيكي متخصص في الآليات الثقيلة، تلك التي تستعملها مقاولات البناء ومد الطرق. كان التحقيق يمضي بخطى دون السرعة المطلوبة، وكان المحققون
تحت ضغط شديد من رؤسائهم الذين بدورهم يواجهون ضغط الرأي العام. بدأت تتناسل الشائعات حول من أضرم النار بدوار ابن الشافي. باشرت السلطات المحلية الإعداد لتنظيف موقع دوار ابن الشافي، إذ يخشى من أن تتحول الأنقاض وما قد تخفيه من أشلاء إلى مرتع للكلاب الضالة والقوارض. كانت الجماعة تهم بإدراج تلك العملية ضمن الأشغال التي يتعين على مصالح البلدية أن تعجل بالقيام بها. في تلك الأثناء دخلت على الخط الشركة التي تملك الأرض التي كان بها دوار ابن الشافي، لعلها المرة الأولى التي سمع فيها بعض سكان الدوار بأن الأرض التي أقاموا عليها براريكهم تعود ملكيتها إلى شركة عقارية خاصة. تقدم متصرف الشركة واسمه عادل المنتور بعرض إلى رئاسة الجماعة، عرض أن تسخر شركته ما لديها من آليات لتنظيف موقع دوار ابن الشافي. وبقدر ما أن العرض يمثل فرصة للجماعة لتخفيف الأعباء المالية التي يتطلبها القيام بذلك، بقدر ما كان العرض مثيرا للدهشة والتساؤل. تناهى إلى المحققين موضوع هذا العرض، وبعد التحقق من هوية المتصرف عادل المنتور تبين أن الشركة تعاني من متاعب مالية، وهو ما يدفع إلى البحث عن السر الكامن وراء هذا السخاء الحاتمي الذي تبديه شركة هي في أمس الحاجة للإنقاذ والمساعدة. كان المهندس البلدي بصفرو ضمن أعضاء الفريق الموكولة إليه مهمة المتابعة الميدانية، وقد لاحظ أن مهندسا كان يقوم بعملية مسح للموقع. علم المحققون أنه مهندس معماري يعمل لحساب الشركة مالكة العقار الذي كان يشغله دوار ابن الشافي، وإنه كان يبحث عن العلامات التي يفترض أن تكون مصالح المسح التوبوغرافي بالمحافظة العقارية قد وضعتها لضبط حدود ذلك الملك العقاري. طبيعي أن يتم استدعاء هذا المهندس. تم الاستماع إليه، قال إن الشركة العقارية أوكلت إليه إعداد ملف تنوي تقديمه لدى الدوائر المختصة بغرض الحصول على ترخيص لبناء مجموعة من العمارات السكنية. تبين الآن سر المبادرة التي قامت بها الشركة، بل اتضح أنها مستعجلة الحصول على إذن البناء. لم يكن لدى المحققين ما يتيح التدخل ومنع الشركة العقارية من تسخير آلياتها لتنظيف المكان، ولكن تحركاتها ظلت تحت المراقبة، وظل المحققون حاضرين في الموقع. تعطلت إحدى الجرافات، بالصدفة كان بالقرب منها مفتش شرطة، كان السائق يتحدث في الهاتف، طلب ميكانيكيا. لما وصل ولم يتأخر لم يتمكن من إصلاح الجرافة. هاتف السائق الشركة من جديد وسمعه المفتش يحتج ويطالب بإرسال بامنصور. تذكر المفتش أحمد بامنصور ساكن البراكة المهجورة من حيث انطلق الحريق. لم تكن التحريات قد مكنت بعد من توفير ما يثبت أن حريق دوار ابن الشافي كان عملا إجراميا. اتصل المفتش برئيسه وأبلغه بأن أحمد بامنصور صاحب البراكة المهجورة التي كانت منطلق الحريق يعمل ميكانيكيا لدى الشركة العقارية. تم تكليف العميد محمود رضوان باستكمال البحث في هذا المسلك. توجه إلى مقر الشركة العقارية حيث حصل على عنوان أحمد بامنصور. كان الرجل يسكن رفقة أفراد عائلته في شقة بعمارة حديثة البناء في حي السعادة الشعبي. لم يكن في البيت، وعلم من زوجته أنه لم يأتي منذ عدة أيام ولأسباب تجهلها. طلب العميد من المرأة رقم هاتفها، كان قد فكر في السعي إلى الحصول على إذن قضائي للتنصت على مكالماتها علّه يرصد اتصالا من زوجها يمكن من تحديد مكانه. في نهاية المطاف تسنى له ذلك. تم استدعاء متصرف الشركة، ثبتت صفته القانونية، وكان عليه أن يجيب عن سؤال حول علاقته بأحمد بامنصور. رد بأنه من مستخدمي الشركة. تم الاستماع إليه وأقفل المحضر.
أثناء التنصت على المكالمات التي تتوصل بها زوجة با منصور، رصد اتصال هاتفي من هذا الأخير، وقد أخبرته زوجته بأن الشرطة تبحث عنه. لم يتسن تحديد مكانه، وكان قد تواعد مع زوجته على اللقاء في مكان لم يعرفه المحققون. بعد ساعات طرق الباحثون باب شقة عائلة با منصور. كانت الزوجة هناك، أبدت تعاونا، قالت إنها قابلت زوجها وإنه كان على حافة الجنون، اعترف لها بأنه من أضرم النار في دوار ابن شافي، قال إنه يريد أن يسلم نفسه ولكنه يخشى أن يتعرض لسوء المعاملة. طمأن العميد محمود رضوان المرأة، وتم تحديد موعد يسلم فيه أحمد با منصور نفسه. بعد سويعات كان الرجل يعترف بأنه أشعل النار في براكته المهجورة بتحريض من عادل المنتور متصرف الشركة. وبينما كان با منصور يدلي باعترافاته المفصلة، كان ضابط شرطة يطلع في المحافظة العقارية على ملف الشقة التي تملكها با منصور. علم أنه دفع ثمنها نقدا، ولكنه علم أيضا أنها مرهونة لفائدة عادل المنتور. لما استدعي هذا الأخير مرة أخرى إلى مفوضية الشرطة، حاول المراوغة، غير أنه لم يكن أمامه من سبيل لإنكار صلته الوثيقة بأحمد با منصور. لقد أقرضه ثمن الشقة، كان الثمن الذي قبضه با منصور لإحراق دوار ابن شافية. وضع الرجلان رهن الاعتقال، وتم تقديمهما أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس لمتابعتهما بتهمة إضرام النار عمدا بما نتج عنه موت وجرح.